هيئة كهرباء ومياه دبي أبرز مشاريعها ومبادراتها المبتكرة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من خلال مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. من أهم هاي المشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، اللي يعتبر أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، ومشروع الهيدروجين الأخضر اللي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وعندنا مشروع المحطة الكهرومائية في حتى، ومركز الابتكار الذي يعتبر منصة عالمية لابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة، والعديد من المبادرات مثل مبادرة الشاحن الأخضر.